بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم لمتابعة لقاء المستقبل الرياضي برجيش والضيف سبورتينغ المكنين، لقاء الجولة 12، قمة الجولة 12، ذهاب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى أول. نتابعوا تيفو جماهير المستقبل الرياضي برجيش، تيفو خالية الأحباء. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع من يتابعنا في هذه المباراة، مباراة احتفالية عرس كروي، كونه المستقبل الرياضي برجيش إذا يحقق نتيجة إيجابية اليوم يضمن رسميا صعوده للرابطة المحترفة الثانية. البداية بتشكيلة الفريق الضيف، فريق سبورتينغ المكنين، منير الجيزاني قائد الفريق وحارس المرمى، على يمين الدفاع ربيع الحاج حمودة، الظهير الأيسر عاطف الطيف، عثمان المناعي وياسين الكرمي، ثنائي قلب الدفاع، تريو وسط الميدان، محمد الصغير الجلاسي، حازم اللمتي، ونسيم السيود، والتريو الهجومي عمر السماري. في هذه اللحظة إذا تنطلق المباراة، كرة للمستقبل الرياضي برجيش تلعب بطويلة عالية، ترجع من ياسين ضرب التماس بعد ما ضربت الكرة في سفيان التويتي اللاعب السابق لهلال الشابة المنتقل لسبورتينغ المكنين. شوف في تقريبا 4 دقائق لعب من زمن الشوط الأول، تتنفذ المخالفة بسرعة، ربيع رفقي حسني إلى محمد الصغير الجلاسي، السيودي يحاول يعكس الهجمة، يلعب كرة بينية في اتجاه جلال الجويني، يراوغ وطول عليه الكرة، ترجع الكرة مازالت الكرة والفرصة قاع الكرة من عاطف الطيف، كرة مازالت في وسط الميدان، محمد الصغير الجلاسي يلعب مع نسيم السيود، مع أيمن السيود، يلعب ممتاز العملية وبناء الهجمة، أيمن السيود في توزيع والركنية الأولى في المباراة. التماس اللي عادة ما تجيب العديد من الأهداف. تتنفذ ضربة الركنية عالية في القائم الثاني، والمدافع كذلك يرجع الكرة بالراس. المدافع عثمان المناعي شوفوا جماهير. إذا يقوم الحارس، سلامات لمرة ثالثة، المهم هو صحة اللاعبين في هذه المباراة وسلامتهم. إذا يتوجه حامي العرين الحارس رياض جماعة، تتنفذ الكرة عالية في القائم الثاني وطالت على ياسين الكرمي اللي صعد للمساندة الهجومية. مؤمن الزبيدي إلى محمد الصغير الجلاسي، ثلاثة لاعبين يضغطوا على محمد الصغير الجلاسي، لكنه ممتاز محمد الصغير الجلاسي، يلعب توصل لأيمن السيود، ممتاز أيمن في الاختراق، وبطاقة صفراء على ما يبدو لأيمن السيود. بداية الرابطة الثانية تترفع الكرة عالية وسوء تفاهم بين عثمان المناعي وزميله، تشوفوا يعني عثمان المناعي يصعد لاقتناص كل الكرات، مرير في اتجاه سفيان التويتي، سفيان يحافظ على كورته، ايش يعمل؟ يلعب مع هيثم مكي في وسط الميدان، ترجع مرة أخرى إلى سفيان التويتي، يرفع الكرة وعمر اللمتي ممتاز، برج مراقبة في دفاع المستقبل، وترجع الكرة مروان الشبة وفادي الغاوي ويخرج الكرة توصل سهلة الغاوي في القائم الثاني، عمر اللمتي وفرصة اختيرة ضاعت من أقدام أشرف القريع الوافد الجديد على التشكيلة، وإصابة في هذه اللحظات، التحام بين عمر اللمتي وعثمان المناعي، وسلامات إن شاء الله لكلا اللاعبين. إذا نرجع ضربة تماس طويلة تتجاوز الحارس وفادي الغاوي، والهدف الأول، لفادي الغاوي، الكرة تجاوزت الحارس وفادي الغاوي يرفع رصيده من الأهداف، هداف الرابطة الثالثة للموسم الثاني على التوالي فادي الغاوي. من الزوز في الرابطة المحترفة الثانية. إي نعم، وتوقيت الهدف كذلك توقيت ممتاز، من أول ما يدخل المستقبل الرياضي برجيش يدخل ديريكت كما يبدو عبد السلام السويح. البطاقة الصفراء
إثر أحلى عثمان المناعي يصعد المساندة الهجومية، حازم اللمتي يستخلص الكرة لكن الحكم يرجع ويصفر ضربة مخالفة لفائدة سبورتينج المكنين. يلعب مع كريم منصور، توصل الكرة إلى هيثم المكي إلى كريم منصور مرة أخرى، وفادي الغاوي يرت راغب ناصف في التنفيذ. المرة هذه باش ينفذ كرة طويلة في القائم الثاني، وهدف التعادل وما دخلتش الكرة، ما دخلتش الكرة. كانت ضربة في لاعب سبورتينج المكنين، يعني لاعب سبورتينج المكنين كان واقع على خط ميدان. تمشي الكرة ممتازة، جملة من النقلات وتمهيد من أشرف القريع في اتجاه عمر السماري اللي يخلط على الكرة ويحاول يتوغل، ومخالفة. أيمن السيود يرفع كرة ولا هدف ثاني عن طريق عمر السماري في 20 دقيقة لعب يسجل الهدف الثاني. ممتاز عمر السماري، كان قدم مباراة بطولية ضد هلال مساكن، يجسد اليوم ويأكد أن سقط التصاعدي لعمر السماري، وهذا عمر السماري المعتاد اللي عودنا بلقاءات كبيرة يرجع اليوم المستوى الطبيعي ويسجل هدف. وعمر اللمتي يرجع الكرة، مهاب السبكي يراوغ يدخل لوسط الميدان، يلعب كرة بينية في اتجاه فادي الغاوي لكن يرجع وطالت الكرة وخرجت وغادرت الميدان. لكن أنا من قرعت كبارة رغم صغري. الكرة تتواصل الهجمة وترجع الكرة بمخالفة يرتكبها حازم اللمتي. كيف سيكون تنفيذ والتسديد من راغب ناصف، وجانبية الكرة بين زوز لاعبين، يخسر الكرة ربيع رفقي حسن وترجع الهجمة لسبورتينج المكنين. هجمة خطيرة ومحمد أحمد العطاوي يتصدى وتضرب الكرة في ثانية، هو الوقت القانوني اللي مازال في عمر المباراة، والنتيجة إلى حد الآن تشير إلى تقدم المستقبل بهدفين دون مقابل، وهذه فرصة خطيرة لمهاب السبكي لكن الدفاع يخرج الكرة. عمر السماري يحافظ على كورته ما يخسرهاش، يربح الوقت. ممتازة المراوغة ويسقط لاعب سبورتينج ويسدد عمر السماري وجانبية تسديدته، ونسمع يعني جماهير المستقبل تحتفل أجواء احتفالية أجواء كرنفالية في الملعب البلدي برجيش. يعني ما زالت أقل من دقيقة، يستخلصها ربيع رفقي حسن الكرة، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم عن نهاية المباراة بانتصار المستقبل 2-0. انتصار المستقبل، انتصار 3 نقاط، انتصار الرابطة المحترفة الثانية. يعني مبروك للمستقبل ولكل محبين وعشاق المستقبل اللي لعبوا ضد اهلي بوحجر، والمباراة الشهيرة هي اللي رمت المعنويات مع التفاف الجماهير مع يعني مركز التكوين، مع كذلك نعطي حق المدرسة الابتدائية بورقيبة قداش جابت من تيتر سكولير، مدرسة حشاد، تورنوا ديلي زانون السيكتوريال الاقليمي كذا، يعني خلقت حيوية في البلاد. نشكر، انا نحب نشكر كذلك الاساتذه نتاع التربيه البدنيه الكل دون استثناء في الليسي او في الكوليج او في الابتدائي، يعني قاموا بمهامهم في القهاوي في المنازل. نحب نوجه لهم تحيه ونقول لهم ها هم رجال فوق الملعب، فكل يعني منعوا مستقبل رجيش ذات موسم من العوده للرابطه الرابعه، ثم صعدوا بها للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. هذا شيء صعيب، والمهم الاصعب الموسم القادم نبني على الايجابيات ونعرف الرابطه الثانيه راهي رابطه صعيبه 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 لغايه سبق الاحداث. ان شاء الله يكون على الاقل موسم استثنائي الموسم القادم باذن الله.
هذا عمل المجهود نتاعنا الكل. خذيت ترا ومارش راهنت هيئه مديره على ستاف تكنيك جودي بيان، ديما نخدم مع ستاف. معنا سي محمد علي ديفالا كمساعد، معنا سي علي قارة كمدرب حراس، حطينا اليد في اليد الناس الكل مع هيئه مديره، نشكرهم شكر كبير برشا، من رئيس الجمعيه سي رضا زبيدي، سي محمد علي العروي من تركيا، سي مراد قطرانا، سي مادي بطبوط، الناس الكل نشكرهم. يسامحوني كان ما سميتش الاسامي الاخرين، هيئه مديره الكل. ونزيد الملاعبيه نقول لهم سامحوني كان كنت معاكم صعيب، راهو الصعب هذاك في الانتيري نتاعكم توما، وخدموا معايا وتبعوا كونه احنا شعارنا لانتيري دي كلوب افون لانتيري دي انديفيدو، خلينا كل شيء ورانا وخدمنا وتعبنا. الجمهور هذا نشكرهم اللي وقف مع الجمعيه حتى في التمارين كان متواجد معانا، نقول لهم بارك الله فيكم، ونقول لهم الحمد لله فرحناكم، فرحنا بلاد كامله. ونعاود وناكد شكر كبير برشا للمسؤولين اللي كانوا حقيقه هما جنود الخفاء اللي وفروا لنا جميع ظروف النجاح، من اقامه قبل الماتشات، من ماتيريال الخدمه، من وفرنا لا ديسيبلين كانوا معانا، يعطيهم الصحه وشكرا. وان شاء الله يا ربي الكلوب من حسن الى احسن. وديما كلمتي اللي نقولها، الانسان يسعى في الحياه والتوفيق من عند الله، من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. احنا اجتهدنا وربي جابنا في الصواب، الحمد لله يا ربي والشكر لله. الحمد لله يا ربي والله، وهذا مش صدفه، معناها ثمره عمل كبير توجنا به اخر الموسم، عمل كل الاداريين والفنيين والجماهير والمدعمين للنادي واللاعبين اللي كنا ليزاكتور نحن، وقدمنا اللازم وضحينا بوقتنا بكل شيء باش توجنا في اخر الموسم بالنجاح هذا. مبروك علينا ومبروك على الرجيش كله وعلى الجويرات نتاعنا وعلى المسؤولين نتاعنا وعلى كل من حضر معنا المقابله دي سواء من قريب ولا من بعيد، ولا فرحنا بارك الله فيه. يبارك فيكم. الحقيقه الواحد مش لازم يعبر على الفرحه بكل حلم متحقق المستقبل هذا بالرجيش والرجيش كلها، انها تلعب في الوطني با اول مره في تاريخها، الرجيش اول مره في تاريخها، وحلم الصعود تحقق بمجهودات الهيئه المديره والاطار الفني والرجالات من البر ومن الداخل، تكاتفت الناس كلها وحبوا يعملوا اكسيسيون، صارت قبل 3 جولات من نهايه البطوله. الحمد لله الحمد لله، مستقبل هذه بالرجيش ظهر انه جمعيه نجم تلعب على، وخاصه انه مستقبل هذه بالرجيش تعمل على بنسبة كبيرة، بنسبة 70-80% من اللاعبين من أولاد المستقبل ديال الجيش، هي تواصل نتاع خدمة على مدة خمس سنين من الجهوي للرابطة الثالثة تو الرابطة الثانية. قدرة ربي المستقبل هذا بالجيش مش يكون له شأن في الرابطة الثانية. زاد صعود إلى الرابطة الثانية جاء بعد عمل متواصل على تلت 5 أعوام، وتوجناه سنة بالصعود الرابطة الثانية، وإن شاء الله هذه بعد خدمة كل من اللاعبين وجمهور وستاف والهيئة، وحطينا الليد في الليد وتوجنا الموسم بالصعود إلى الرابطة الثانية. صحيح إن شاء الله نكون في المستوى ونكون العام المميز في الرابطة الثانية العام الجاي، ونبقاو العديد المواسم، علاش لا؟ معناها كما تعرف بولادنا وجمعية رجاش باش تكون رقم صعب العام الجاي في الرابطة الثانية إن شاء الله. شكرا، ميرسي بور تو سو بوبليك اللي جانا اليوم، الرجاشية كل فرحانة، والفوتبول برا مرة أخرى ينجم يدخل الفرحة في قلوب العباد، ودخلنا الفرحة في رجيش. الحمد لله مبروك علينا الصعود، إن شاء الله نزيدوا نخدموا القدام، إن شاء الله العام الجاي الناسيونال بي حضروا له بالباهي سنة، وهذا ما جاش من محض الصدفة صراحة، فما رجال تعبت، فما رجال خدمت، فما ناس سهرت. الحمد لله الميريت يرجع للهيئة المديرة، يرجع سي محمد علي العروي، سي رضا الزبيدي، استفيق شفير، كل رجال البلاد اللي عاونوا، يرجع للملاعبيه، يرجع للانترونور، يرجع الناس اللي خدمت قبلنا احنا. الحمد لله هذا يجي كان بالمثابره ويجي كان بالبرمجه الصحيحه، ومبروك على الرجشيه كل الصعود للناسيونال بي.